في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية إنشاء نموذج جديد وأيضا نتعرف على نافذة البيست داتا. سأبدأ بإنشاء نموذج جديد. يمكن إنشاء هذا النموذج إما من هذا الخيار New Model أو من قائمة فايل وأختار هنا New. تظهر لدي هذه النافذة تسمى Base Data، مكونة من عدد من التابس يحتوي كل منها على معلومات معينة. سأبدأ بالمين. في البداية أدخل اسم النموذج Concrete Model. وصف النموذج اختياري، يمكن إدخال وصف ما أو ترك هذا الخيار فارغ. أنتقل إلى Type of Model، نوع النموذج. يوجد لدي عدة أنواع هنا 3D 2D بعدة مستويات، المستوي XZ 2D بتأثير 3D 2D XY 2D بتأثير 3D وأيضا 1D 1D بتأثير 3D. في هذا المثال سأختار 3D. هنا يمكن إدخال ملاحظة أو تعليق ما في حال وجود زميل ما يعمل على هذا النموذج. في الأسفل توجد عدة خيارات، على سبيل المثال الواحدات أو حفظ كتمبليت وديفولت أيضا. هنا أنتقل إلى قسم بروجكت. هنا يمكن تخصيص هذا النموذج إلى مشروع معين، أو يمكن إنشاء مشروع جديد، أو يمكن الوصول إلى Global Center. في هذا المثال سأخصص هذا النموذج إلى مشروع موجود مسبقا يسمى Models. Initialization of New Model، يوجد لدي عدة خيارات هنا، يمكن أن أبدأ بنموذج فارغ أو أن أستعين بنموذج موجود مسبقا أو كتمبليت أو أخيرا هنا بلوك. من Objects to Activate، يختص هذا الخيار بنوع العناصر التي أريد نمذجتها. في هذا المثال سأقوم بنمذجة عناصر خطية وسطوح، لذلك ألغي هذا الخيار هنا. يبقى لدي فقط Members و Surfaces. أنتقل إلى التاب Add-ons. هنا في هذا التاب توجد جميع الأدونز المفعلة. لاحظوا يوجد بالأسفل ألوان تشير إلى نوع اللايسنس. تقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول خاص بالتحليل، على سبيل المثال Structure Stability، Model Analysis، أو Add-ons خاصة على سبيل المثال Wind Simulation، أو Add-ons خاصة بالتصميم على سبيل المثال Concrete Design، Timber Design إلى آخره. لاحظوا توجد Add-on بلون رمادي، هذا يشير إلى أن Add-ons ليست جاهزة بعد، سيتم إضافتها لاحقا. يوجد أيضا في الأسفل Add-on خاص بعملية التحسين أو الأمثلة. أنتقل إلى Standard One. هنا يوجد لدي Load Case Classification و Combination Wizard. يمكن اختيار كود معين هنا من هذه القائمة، يتم وفقا له توليد تراكيب الأحمال. هنا سأختار على سبيل المثال الكود الأوروبي وسأختار الملحق الألماني. Load Wizards هنا Standard Group، هذا الخيار خاص بالتوليد الأوتوماتيكي للأحمال على سبيل المثال للثلج والرياح. سأختار أيضا هنا هذا الكود وأختار الملحق الألماني. لاحظ هنا في Design Standard Group جميعها غير مفعلة بسبب أنني لم أفعل أي من هذه الأدونز. إذا قمت على سبيل المثال بتفعيل Concrete Design وأيضا Timber Design، لاحظوا في هذا التاب أصبحت مفعلة.
وكري ديزاين وأيضا التمبر ديزاين. لكن في هذا المثال لا أريد إجراء التصميم، لذلك ألغي تفعيل هذين الخيارين. أنتقل إلى ستاندرد 2. هنا أيضا توجد لدي بعض الأد أونز، على سبيل المثال ستيل جوينتس. أنتقل إلى سيتينجز و أوبشنز. هنا توجد لدي بعض الخيارات، على سبيل المثال يمكن تعديل تسارع الجاذبية الأرضية، يمكن أيضا التحكم باتجاه المحور زد باتجاه الأعلى أو الأسفل. أيضا يوجد لدي عدة خيارات هنا، على سبيل المثال Member Representatives. أنتقل إلى Model Parameters. هنا في هذا التاب أجد الأداة المميزة Geozone Tool، يمكن من خلالها توليد أحمال الرياح الثلج والزلازل أوتوماتيكيا عن طريق إدخال موقع هذا المشروع. أدخل موقع هذا المشروع من خلال هذا الخيار هنا Import Location From Map، أضغط هنا وأدخل موقع المشروع، على سبيل المثال موقعنا في التيفنباخ جوبال تيفنباخ. من خلال اختيار هذا الموقع يمكن توليد كما ذكرت أحمال الرياح والثلج والزلازل أوتوماتيكيا. هنا توجد أيضا للرياح وأيضا الزلازل، يمكن اختيار ستاندرد معين هنا على سبيل المثال لمصر. أو المملكة العربية السعودية. في حالة الكود الأوروبي يمكن اختيار أيضا ملحق معين أو بلد معين بهذه الكيفية. عند الانتهاء من إدخال هذه البيانات نضغط على OK. توجد خيارات أخرى أيضا هنا، على سبيل المثال يمكن تعريف تيرين معين. أضغط الآن على أوكي، أحصل على نموذج فارغ. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا لكم وإلى اللقاء في الفيديو القادم.